شعر بعنوان إذا خيروني، كتابة وإلقاء آشور توما هرمز. إذا خيروني بينها وبين ما في الأرض وفي السماء، إذا خيروني بينها وبين ما في الأرض وفي السماء، فأجيبهم كيف تغضر الأرض إذا افتقد الغذاء، وهل يمكن للأسماك العيش إذا لم يتواجد الماء، فروحي بيدها لأنها الماء والغذاء والهواء. معها أحس بالحب والحنان والحياة والهناء، معها تصبح حقلا أو بستانا أو جنة حتى الصحراء، ومن غيرها يسكن دنياي مرض وأبشع وباء، وبدونها سوف تعمى عيناي عن الإخلاص والوفاء. هي لعالم الحزين المظلم أجمل نور وضياء، هي لعالم الحزين المظلم أجمل نور وضياء، فنسيانها من المستحيلات بل خرافة وهراء، ومن أرادني تركها جاهل وممتلئ بالغباء، فأنا لن أدع شمسي تغيب ويذهب حبي هباء، فأنا لن أدع شمسي تغيب ويذهب حبي هباء. حبي لها أكبر من الكون وأوسع من الفضاء، فقولوا كيف أكرهها؟ هل كره يوسف يوما للعذراء؟ وهل كره آدم وإن أخرج من الجنة لحواء؟ فلها نفسي وكل ما أملك من الصلوات والدعاء. هي روحي وحياتي، وفوق كل غالي وغلاء، فبمناداتي لها أحس بقداسة هذا النداء، وقلبي أصبح بيتا بل مسجدا لعبادة السمراء. فلن أفارقها وأتحدى كل قدر وقضاء، فلن أفارقها وأتحدى كل قدر وقضاء. وشكراً.